شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون. أولا شكرا لكم على طرحكم لي هذا السؤال. فيك تعرفوا في المجال القروي تعرف مشاكل عديدة من حيث البنية التحتية، من حيث التجهيزات، من حيث الموارد البشرية. تناول ما أمكن من يعني بالموارد القارة والموارد المتنقلة باش نتغلبوا على هاد الأفات. شكرا السيد. إن غتوجد أنا مستعد نمشي معكم أنا شخصيا. ف لا، هذه الجماعة زاوية تحنصال هي جماعة كلها جبال، هي صحيح هادشي اللي قلتي كاين. هذا الأمر لا يبرر كل شيء، ماشي حيت جماعة فيها جبال وغنقولوا خليهم هكاك، حيث هناك مشاكل، نقائص، اختلالات التدبير. فيما يخص زركان فهي عندهم مستوصف قروي فيها حوالي 1000 نسمة، 1100 نسمة اللي فيها ممرض، هي منطقة جد وعرة وبعيدة. فيما يخص إميدار وتيناثمين وتفراوت فهما جاو في الطريق، جاو كلهم في الطريق. الأولى مثلا إميدار فيها 800 نسمة، تيناثمين فيها 400 نسمة، وتفراوت حوالي 600 نسمة. يعني جا وحدة تبع الأخرى غير لا عرفت انا تنقول لك مناطق جبليه ما تفهمنيش طريقه راه غير غاده مقاده غير كل هذا الشيء. حنا تنحاول نتغلبوا على هذا الشيء بالوحدات الصحيه المتنقله، لان ما يمكنش 400 نسمه غدير لهم مستشفى، 600 نسمه ما عندناش الامكانيات بكل صراحه باش غنشتوا هذه الامكانيات اللي عندنا. وهاد الناس تيستاهلوا كل خير، تدريجيا ان شاء الله غنحلوا الصعوبات تدريجيا. شكرا.